صباح الخير. صباح النور. شكون معنا؟ شمس. كيفاش جاز امتحان الفلسفة؟ راكي تخصص؟ تخصص لغة أجنبية. كيفاش؟ جاز الحمد لله، ماشي ساهل وماشي واعر، بصح تحليل النص داروه لنا ساهل شوية، شغل مفهوم فيه قيس مفهومين. دونك نفهم هكذا خيرتي تحليل النص. إيه درنا تحليل النص، لا بليفوغ داروا تحليل النص بس جا ساهل. وكيفاش دوكا مع الفلسفة؟ دوك واش تسناو المادة اللي معولين عليها ثاني؟ إن شاء الله يكون فيها خير، إن شاء الله تكون سهلة ثاني. ما كاش ضغوطات في المركز؟ قالوا بلي باش نجيبو لكم بزاف متاخرين الاسئله. قالوا جيبوهم لنا في الوقت، ما يتاخروش عليهم كامل. ثلاث دقائق برك ولا؟ لا لا في الوقت يجيبوهم، ان شاء الله يكون فيها خير. ان شاء الله كي معوله ان شاء الله تجيبي باك. الله اعلم، يعني كلش مكتوب. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. صباح الخير. صباح النور. شكون معنا؟ اسراء. شعبه؟ لغات اجنبيه. كيفاش شفتي الفلسفه اليوم؟ كان موضوع مليح نورمال، انا درت تحليل النص، دونا تحليل النص على الموضوع العولمه، مدونا استقصاء ومدونا يعني وظائف اللغه والعولمه وسوج الاخر نسيت الموضوع. جاكم المقرر يعني في الاطار؟ نعم المقرر. كان امتحان ساهل في متناول الجميع، يعني اي واحد يقدر، اللي كان حافظ وفاهم يقدر يحل. ودوك بعد ثلاث ايام خمس امتحانات، كيفاش شفتي الباك؟ ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله ندو الباك مليح وهذه هي. ميرسي بوكو، ربي يوفقك. ان شاء الله صحة. صباح الخير. صباح النور. شكون معنا؟ رايان. واش من شعبة؟ لي لونغ. كيفاش شفت الفلسفة؟ فلسفة سهلة شوية، دخلت انا بمقالة على العولمة خاطر كنت ماشيها بزاف، وثاني كي طاحتنا في تحليل النص تما تكون حافظ مقالة طاح لك في تحليل النص مليح تقدر تجاوب بعقلك. والاخرين ما قالت الاخرين سهلين، طحت انا والغير، وطحت في الجدليه وظائف اللغه، تما سهلين قدروا يخدموا فيهم كاع. ودوك من هذو خمس امتحانات اللي جوزتهم كيفاش الباك تشوف فيه؟ مليحه، كاين وكاين، كاين مالمواتو شريعه شويه عربيه مليحه، واليوم فيلو ثاني مليح، اونكلي ثاني مليحه بزاف، وغدوه ان شاء الله تاخذ جغرافيا ونهار الخميس انمو. فيها الباك ولا ما فيهاش؟ ان شاء الله نقولوا فيها. هيا بالتوفيق ربي. ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير. مساء النور. صباح الخير. كي مدوخه؟ اللي مدوخه من الفيلو. شكون معنا؟ وفاء تلميذه شعبه ادب وفلسفه، دوزنا اليوم فيلو. كاع خرجوا ما عجبهمش؟ لا لا الحمد لله. يعني قال لك موضوع احتياطي باسكو تسرب البارح الموضوع. اي تسرب الموضوع، بصح الموضوع الاحتياطي يعني كان في المستوى. يعني العولام انا ماشي نتوما لغه على العولامه داروا لنا نسيان و مقاله الزوجه حطوا لنا الانظمه الاقتصاديه، يعني بريمي تريمس دوزيام تريمس تروزيام تريمس داروا لنا رياضيات. كيما النسيان قليل اللي كانوا مرشحينها، ماشي بزاف اللي رشحوها، يسمى قليل اللي كانوا داخلين بها على بها خافوا وبزاف ستريساو وقالوا يطيحوا وقالوا كل واحد اللي داخلوا كالي داخل هاي حتى صاحبتي بزاف بكاو قبل ما يسربونا الزوج بداو يبكيو. زعما بديت موتيفي فيهم، مهمي ستة زعما بديت موتيفي فيهم هكا وقلت لهم ما تخافوش وكاع هاي هما شغل ما قاعدين يبكوا كاع صايا نورمال
شغل يعني اللي كان اللي كان قلتي لي باللي كاين استاذ ملي قريتي عنده رشح لك وجات الموضوع. كاين استاذ قالنا ما تذكروش اسمي مانيش حاب نشيع. انا انايا شغل باش خرجت ودرت درنا لايف البارح في الليل. قالنا باش خرجت ودرت لكم هذا لايف كي شفتكم باللي شغل تلفت لكم وصح شغل كي تسرب السوجي وكاع شغل تلفت لنا وبدينا هكا شغل ستريسينا وكاع. ومن بعد قالنا انا هو الحق ماشي قالنا زعما مقاله قالنا الفصل الاول نرشح لكم مقالات فصل زوج نرشح لكم مقالات فصل ثلاث نرشح لكم مقالات وانتم خيروا اللي تساعدكم تدخلوا بها. والحق هذيك انا خيرت النسيان لي فيزيتها رحت دخلت اليوم صدتها المقاله الاولى جادل مام جادل سهل وكاع دخلت كتبت في غرضي ما درتش بزاف وقت خدمت 2 ساعة و30 وخرجت الحمد لله. بصح الأغلبية حوالي 90% ما خدموش. الأغلبية ما خدموش باسكو ما كانوا تاكلين على الحقيقة والدال والإحساس وما طاحوش. وكاين اللي كانوا داخلين بالأنظمة ووفقهم الحظ وجاوبوا. هل من حقهم أنه الصدمة هذه واسمه لأنه معامل كبير؟ يعني من حقهم ينصدموا كاع بصح كانت لافوت تاعهم اعتمدوا على عفسة وحدة. كانوا قادرين هنا مادام قرينا طروا تريمست كانوا قادرين شغل يحكموا يا لو كان زوج مقالات من كل تريمست هكا كتجيب زهر والف والعتبة هما والف والف مام هكا وخرجوا ورشحوا لهم واختاروا لهم كل واحد وكيفاه. كاين مساعدهم في التصحيح بالك؟ ان شاء الله نتمناو انهم يرخيو يديهم في التصحيح. ما دوك يزيرونا شويه بصح نتمنى انهم يكونوا يرخيو يديهم شويه يا المصححين يرخيو يديكم شويه. انا حابين نتعاون وان شاء الله ان شاء الله يعني ملي بدينا عربيه شريعه رياضيات يعني كاع المواضيع راهم في المستوى راهم لاباس يعني حد الان ان شاء الله صحيح. الله النور شراك معنا ماك ادم تخصص تلميذ بكالوريا شعبة ادب فلسفه. واش كارثة الفلسفة اليوم؟ كارثة مقالة غير ما كانش في البال كاع و طاحت لنا واش هنقول لك؟ معليش مادام خدمنا في العربية والباقي إن شاء الله يكون فيها خير. قالوا لنا بلي كاين اللي داخو كاين اللي داخو واحد طلع له السكر واحد هبط له لاطونسيون مزية كاين شغل كاين اللي بومبي قدام قايمين بالحالة. حاجة كبيرة تسمع تقريبا 90% انصدموا. كاع أنا نقول لك كلاس كومبلي جايبكو. كاع اللي حكموا الشوك واحد نخرج واحد نروح للدار واحد ما حبش يجاوب نكتبوا الاسم واللقب وخرجوا. لا ما تقدرش تكتب اسم اللقب باسكو اقصاء تقصى هيا دير برك عمر واش عندك معلومات حطوا في اخر هادي. وشي هو الموضوع هذا اللي اختاروه لكم وما عجبكمش؟ نسيان ما كانش كاع مقترح يكون طريقه جدليه. كان مقترح حق الواجب أنظمة اقتصادية هادوما اللي معروفين اللي على بالهم كاع الجزائر كاع على بالها بلي هادو هما المقترحات هيا داروا لنا الصدمة دوكا يقولوا باسكو تسرب الامتحان البارح عاودوا خرجوا لكم الاحتياط. ايوا داروا لنا الاحتياط حنا ما على بالناش قلنا بالك ما كاينش منها هادي تاع التسريب اما اشاعات منها ما تفهمش واحد يقول هكا واحد يقول هكا معليش. المعامل ستة كاين عربية ان شاء الله عربية بالك ترمبورسي شوية تعوض لنا في اخر ربي يوفقكم ان شاء الله. ربما رساله للمصححين باش يعاونوكم في هذا رساله رخفوا يديكم شويه رخفوا يديكم تسهلوا معنا شويه راهم مقسمونا اقسم بالله انا يما ما نبيش نقول هذوك في الدار تقول لي خدمت واش نقول لا على بالي واش نقول لا معليش ان شاء الله. صدمه وما راجعتوش ابدا ولا ما فهمش؟ كاين نسبه قليله اللي راجعوا هذا حبسه وكاين نسبه قليله اللي رشحوا هذا النسيان باقي كاع رشحوا الحق والواجب كل واحد واش رشح منه بصح تتلف لك هذا يرشح منه وهذا يرشح منه واش حتى تطيح المقالات كاع يطيحوا 25 مقاله تخير منهم وحده جدليه باينه يحكمك الشوك بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي عليك صح.